القاهر الكبار، هذا اللقب أطلق على الأهلي بعد إلحاقه الخسارة بالوحدات والرمثة على التوالي. يدخل في الجولة 15 مواجهة جديدة أمام فريق الصريح الحصان الأسود لمرحلة الذهاب من دور المحترفين، مواجهة مهمة لكلا الفريقين لأنها سترفع الفريق الفائز إلى المركز الرابع مؤقتا، حيث يقبع الأهلي بالمركز الخامس برصيد 21 نقطة، فيما الصريح سابعا برصيد 20 نقطة. الأهلي يسعى لمواصلة حصد النقاط دون توقف والتقدم على سلم الترتيب، وأصبح مطمعه المربع الذهبي من دور المحترفين. ماهر البحري المدير الفني للأهلي يعي تماما أنه سيواجه في هذه المرة فريقا مختلفا عن الوحدات والرمثة، ألا وهو الصريح الذي تعرض لخسائر متتالية ويبحث عن استعادة توازنه عبر بوابة الأهلي. ويملك الأهلي مجموعة تلعب بنسق جماعي، ويعتمد البحري في تشكيلته على محمد الموافي ومحمد الرفاعي في بناء الهجمات، فيما يعول على إبراهيم جوابري باقتناص الهجمات، وأيضا على المحترف ماركوس، وتعد ورقة يزن دهشان إحدى الأوراق الرابحة في المباراة. الصريح بقيادة مدربه أسامة قاسم سينتهج العودة لأسلوبه القوي كما كان في مرحلة الذهاب رغم تراجع مستواه في مباريات الإياب، لكن ما عاب الصريح هو سوء الطالع بالتسجيل. وما يميز الصريح في هذه المباراة عودة مهاجمه القناص المحترف إيمانويل الذي غاب في الجولات الماضية لإيقافه، فيما سيكون عبد الرؤوف الروابدي وخلدون الإخزامي محركين لألعاب الصريح بإسناد من عمر عثامنه. نتيجة المباراة ستعطي الفائز الاقتراب من الأربعة الكبار، والخاسر سيبقى في وسط الترتيب ولكن مع اقتراب فرق المؤخرة منه.